في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. لماذا تحفظ القرآن؟ وليس كيف تحفظ القرآن، كيف تحفظ القرآن بإذن الله سوف نتكلم عنها في الحلقات القادمة، ولكن لماذا تحفظ القرآن؟ هذه قاعدة أساسية ومهمة لحفظ القرآن الكريم. اليوم إذا بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عزمت أنك تحفظ القرآن الكريم، يجب عليك أنك تحدد نياتك. حدد نياتك في الحفظ، مثلاً حط مثلاً هدف من أهدافك، إذا أنا حفظت القرآن بإذن الله راح أتقرب من هذا القرآن، ودائماً يكون معي هذا القرآن في بيتي وفي عملي وفي المسجد وفي السيارة وفي كل مكان. أحياناً شخص يحفظ القرآن يبقى القرآن يكون دائماً معاه يراجعه ويسمع القرآن ويتقرب من القرآن، هذا هدف وهذه نية جميلة ورائعة. شخص آخر يريد أن يحفظ القرآن حتى يكون من أهل الله سبحانه وتعالى، أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. في شخص آخر يريد أن يحفظ القرآن كي يعلم القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا قاعد أقول هذا الكلام تحديد النيات لأن في رحلتك مع القرآن وأنت تحفظ القرآن في المنتصف أو في آخر المرحلة أنت تجد نفسك أنك أنت تشعر بفتور أو تقاعس أو ملل بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. تحديد النيات في البداية يساعدك أنك أنت تجدد همتك وتجدد نيتك وتبدأ مرة أخرى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. شخص آخر يريد بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه نية طيبة أن يلبس والده تاج الوقار يوم القيامة. هذه نيات طيبة وجميلة ورائعة ومهمة أن تحدد أهدافك ونياتك لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن. نحن الآن في موريتانيا التي كانت تسمى في السابق بلاد شنقيط. اشتهرت موريتانيا وبلاد شنقيط بتمسك أهلها بالدين الإسلامي من زمان، وكثر طلب العلم في هذه الدولة. تخرج من هذه الدولة الكثير من علماء هذه الأمة الإسلامية ومحققي المتون العلمية والشرعية. بحثنا أنا وإخواني عن موريتانيا، وجدنا أن فيها اهتمام بالغ وكبير جداً في حفظ القرآن الكريم، وزيادة على ذلك أن الأصل في موريتانيا أنهم يحفظون في القرآن، الاستثناء أنه لا يحفظ القرآن. لذلك أتينا إلى موريتانيا كي نسلط الضوء على المراكز القرآنية وكيف يحفظون القرآن في موريتانيا بلاد شنقيط. في موريتانيا يسمون حلقات القرآن بالمحضرة، ومن أجمل زياراتي كانت لمحضرة الرضوان التي التقينا فيها مع نماذج رائعة. نحن الآن في محضرة الرضوان في موريتانيا نواكشوط، نجلس هذه الجلسة الرائعة مع حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى كما عودناكم. ولكن أنا الآن أجلس مع ابن رائع ما شاء الله عليه، وأول ما شدني فيه هو اسمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له نصيبا من اسمه. اسمه العلامة محمد فاضل، ما شاء الله حاصل على
جوائز كثيرة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في موريتانيا، وسيذهب بإذن الله إلى الدوحة ويشارك في مسابقات القرآن للصغار هناك بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى من الآن أن يكون في المركز الأول. متى بدأت بحفظ القرآن حبيبنا العلامة؟ كم عمرك بدأت تحفظ؟ السادسة. ما شاء الله. وكم عمرك ختمت القرآن كاملا؟ السنة الثامنة. ما شاء الله، في السنة الثامنة حفظت القرآن الكريم كاملا. والآن كم عمرك؟ العشر سنوات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أسألك في القرآن، جاهز؟ نعم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حفظك الله. وكأني أسمع المنشاوي ولكنه صغير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مثل المنشاوي إن شاء الله. قل آمين. آمين. ما شاء الله، يستفيد الناس منك مثل ما نستفيد نحن كلنا من المنشاوي. كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله حسبك. ما هي السورة؟ سورة غافر. ما شاء الله حفظك الله تبارك الرحمن، الله يحفظك. طيب غير القرآن، ما شاء الله أنت الآن حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلبك، ماذا تحفظ غير القرآن؟ تحفظ شيء من المتون المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ تقول لنا شيئا من متن الجزرية مثلا، تختار لنا شيئا. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. ما شاء الله، هذه مقدمة ماذا؟ مقدمة الجزرية. ما شاء الله، ومقدمة تحفة. يقول راجي رحمة الغفور دوم السليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد للنون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أنا أريد منك طلبا، تأتي معي إلى الكويت وتترك موريتانيا. خلاص أنا أحببتك الآن. هاي حبيبي. نعم نعم حبيبي، الله يحفظك يا ربي. طيب وجدت صعوبة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل كان صعب الحفظ؟ نعم. بعض الناس يقولون اللي في سنك اللي في عمرك الآن
يقولون القرآن صعب لا أستطيع أن أحفظ، هل هذا صحيح؟ لا. ماذا تقول لهم؟ يبذل كل مجهوده لحفظه. نعم، يجعل كل جهده في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم؟ نعم. ويصبح نفسك ما شاء الله. طيب من شجعك على حفظ القرآن؟ والدي وامي. والدك الذي شجعك؟ نعم. وبعد؟ أهلي كلهم. ما شاء الله. على فكرة والد العلامة هو شيخ هذه المحضرة ما شاء الله، والشيخ محمد فاضل، أنا أقول له هنيئا لك، يعني هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلى، أنت الآن حفظت ابنك القرآن، وأعلم أن المئات يحفظون على يدك القرآن. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مثلك، أنت طبقت الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنيئا لك هذا الابن. أنا أقول لكل من يشاهد الآن، يعني أنا أتمنى أن يكون في كل بيت في الأمة الإسلامية مثل العلامة هذا الولد الرائع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من العين والشر، اللهم آمين، وأن يثبت القرآن في قلبه، اللهم آمين. تخيل ابنك جالس عندك في البيت يحفظ القرآن بهذه الطريقة، تسمع من القرآن بهذه الطريقة الجميلة والرائعة، عمره 8 سنوات حفظ القرآن الكريم ما شاء الله، الآن عمره 10 سنوات وسيتعلم العلوم كلها الشرعية ويصبح عالما للأمة الإسلامية بإذن الله، وهو العلامة محمد فاضل. لو نلاحظ أغلبنا أن الإنسان إذا مرض وأصاب أي مرض كان يطلب شخص حافظ للقرآن يقرأ عليه ويرقيه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن هو الشفاء في آيات كثيرة، ومن هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. من الذي وعد أن هذا القرآن هو الشافي؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا أصابك أي مرض القرآن هو الذي يشفيك، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الرقية الشرعية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرقي أنفسنا سواء بالفاتحة، آية الكرسي، أو آخر سورة البقرة، الكثير من الآيات. السؤال الآن، ما بالك الذي يرقي نفسه الذي في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى؟ تخيل أنك أنت تحفظ القرآن، كيف يطرد الله سبحانه وتعالى عنك المرض والشر؟ أما آن الأوان أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات
الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا